وينضم إلي من جدة الدكتور محمد الصبان المستشار الدولي للنفط. أهلا بك دكتور معي في الجلسة جلسة المساء. بداية أين هي أسعار النفط اليوم بين هذا التفاؤل بعودة الطلب من أوروبا من جهة والمخاوف من دخول ربما النفط الإيراني إلى الأسواق إذا ما نجحت المحادثات في فيينا وتم رفع العقوبات عن إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخت نور، كل عام وأنتم بخير جميعا. وأنت بألف خير. الله يسلمك. أسعار النفط منذ بداية هذا العام وهي تشهد انتعاشا تدريجيا لظهور اللقاحات من جهة والتفاؤل بسرعة التعافي التدريجي للاقتصادات العالمية. ما نشهده اليوم هو عودة بعض الاقتصادات للانفتاح كما ذكرتي، الاقتصاد الأمريكي، الاقتصاد البريطاني، بعض الاقتصادات الأوروبية، معظم اقتصادات الدول النامية، وعودة الرحلات الدولية. لا ننسى أن الطلب على النفط يرتبط بشكل مباشر بقطاع النقل ومنه قطاع الطيران. قطاع النقل يمثل 60% حوالي من مجمل استهلاك العالم من النفط، ولذلك أدى هذا إلى التحسن والتفاؤل بأن المرحلة القادمة ستكون أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق. ونرى أن الولايات المتحدة قد أزاحت الكمامات عن مواطنيها وأصبحوا يستنشقوا بترولا أكثر من السابق، مما أدى إلى تحسن في أسعار النفط. لكن سؤالك، هنالك تخوفات. نعم هنالك تخوفات عديدة لا زالت قائمة، لكن الاتجاه سعودي في الفترة القصيرة لأمرين. الأمر الأول التفاؤل. صحيح أن هنالك بعض الاقتصادات الآسيوية. نعم هذا ما كنت سأسألك عنه دكتور محمد. يعني أين هي المخاوف من تراجع الطلب من آسيا؟ نسمع يعني من الكثير من الدول الآسيوية التي عادت لتتجه إلى إغلاقات مجددا مع زيادة الإصابات فيها. إلى أي مدى سيؤثر هذا التراجع من الطلب الآسيوي على أسعار النفط في هذه المرحلة؟ صحيح سيؤثر على الطلب على النفط، خاصة بالنسبة للهند واليابان وبعض الدول الآسيوية الأخرى، لكن التأثير سيكون مؤقت في ظل تواجد اللقاحات وفي ظل الانتباه الشديد من حكومات هذه الدول للتخلص تدريجيا من هذه الجائحة. لا ننسى أن الهند تعتبر ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، لكن هذا لا يعني أن الانتعاش الكبير الذي تشهده الدول الأخرى مثل الصين والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية سيضعف أو سيؤدي إلى تعادل بينه وبين الضعف الذي يحدث في الطلب الهندي. نعم. على النفط، ولذلك أنا أتصور أنها مؤقتة وستعود الأسعار وسيعود الطلب العالمي على النفط في الهند وغيرها إلى التحسن التدريجي. نعم على كل حال برنت يتعرض إلى بعض التراجعات في هذه الأثناء، نتكلم عن 2.5 نقطة مئوية من التراجعات. هو دكتور في محمد. نقطة نعم تفضل دكتور. في نقطة أساسية وهي أن الفترة القادمة كما ذكرت هنالك تخوفات، وليست تخوفات ولكن هذا واقع، بعودة النفط الإيراني، وأيضا فنزويلا تطالب برفع العقوبات عنها. نعم. النفط الإيراني قد يكون أقرب مع التقدم الذي حدث. نعم. في مفاوضات فيينا. نعم. فيينا. لكن لا، وهذا يمثل تخوف كبير للأسواق، وتحالف أوبك بقيادة المايسترو الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي سيحاولون أن يوازنوا بين الزيادة في المعروض ومعدلات النمو في الطلب في الفترة القادمة بإذن الله. بإذن الله نتمنى ذلك. دكتور محمد الصبان المستشار النفطي الدولي، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة الطيبة.